ورجعنا لكم تاني بعد ما شفنا يعني التقارير اللي شفناها عن دور قطاع البترول وتأثيره على الاقتصاد المصري، وكمان تم عرض أغنية صديقي العزيز الشاعر دكتور عصام حمزة بخش عن أو بعنوان فرحة مصر. وإن شاء الله يعني أحب بس قبل ما يعني أستقبل ضيفي الكريم أحب أرحب بزميلتي اللي هتشاركني هذه الفقرة الإعلامية علياء أحمد. صباح الخير يا علياء. صباح الخير يا عبد الباقي. في الحقيقة أنا سعيدة جدا النهاردة إن أنا متواجدة في هذه الحلقة وفي هذه الفقرة، وأتمنى إن هي تنال إعجاب المشاهدين. إن شاء الله يا علياء، إحنا تواجدك معانا يسعدنا، ويعني بنشجع دور كل الإعلاميين وإن هم يتواجدوا وياخدوا فرصتهم في مجال أو العمل الإعلامي ويشاركوا يعني زمايلهم في إعداد الحلقات وتقديم البرامج التلفزيونية المختلفة. ونرحب دلوقتي بضيفي الكريم باشمهندس طارق سماحة، المنسق العام لقبيلة ألا سماحة داخل وخارج جمهورية مصر العربية وعضو الهيئة العليا للمجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية. أهلا وسهلا بحضرتك باشمهندس طارق. أهلا وسهلا دكتور عبد الباقي، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، وأنا سعيد جدا بلقاء معاليك والأستاذة علياء، وأهلا وسهلا بحضرتك. مهندس طارق، عايزين نتكلم بقى عن دور المجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية. حددنا دور المجلس الأعلى والجولات اللي بيعملها المجلس الأعلى ووقفته مع الدولة في يعني الصغائر والكبائر. والله بالنسبة للمجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية، ده مجلس موقر وطبعا بقيادة شخصية محترمة وموقرة، ونكل ليها كل إجلال وتقدير، وهو المستشار سالم أبو غزالة رئيس المجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية. والحقيقة المجلس بيقوم بدور كبير بالنسبة للعائلات والقبائل العربية والمصرية في عموم جمهورية مصر العربية وحتى خارجها، وبيعمل على توحيد وتوطيد العلاقات بين القبائل وبين برضو أبناء العمومة وأبناء الجد الواحد وحل النزاعات والمشاكل، وبيعمل بروتوكولات برضو مع وزارة التربية والتعليم، وبيعمل بروتوكولات مع مع وزارة الثقافة. والحقيقة يعني المجلس قايم بدور كبير ومهم جدا داخل الوطن، وخصوصا في لم الشمل وصلة الرحم والتقارب وحل المنازعات كمان يا دكتور عبد الباقي. طبعا احنا يمكن اتكلمنا فيما سبق مع معالي المستشار سالم ابو غزالة، وافاد ب وقفة المجلس الأعلى وجميع الأمانات على مستوى الجمهورية. والحقيقة يمكن عجبني أنا باشمهندس طارق كمان إن هو تنظيم وعمل مقرات على مستوى جمهورية مصر العربية والمحافظات، وده يمكن طبعاً أنا شاهدته بنفسي. يعني أنا شاهدت هذه التواصل تم دعوتي لبعض يعني الافتتاحات التي تمت في أكثر من محافظة، ويعني روحنا لقينا هناك مقرات، ودي حاجة كويسة جدا يعني بنشيد بيها إنه في تواجد على أرض الواقع. يعني زي دور الأحزاب، في حزب ليه تواجد في الشارع وبيتواصل مع الناس وتواصل مع خدمات الناس، ويعني في تفاعل في الشارع وفي لا المجلس يا دكتور عبد الباقي، المجلس ليه باع كبير في حل النزاعات والمشاكل القبليه وتواجده في الشارع كمان. اولا المقرات دي يا دكتور بتقرب كمان انه يكون في تواصل مباشر مع المواطن ومع ابناء القبائل ومع ابناء العمومه، بيكون في تواصل دائم ومباشر ومتابعه مستمره. يعني عايز اعرف بتعملوا ده ازاي؟ يعني بتتواصلوا مع بعض، انت حضرتك منسق العام لقبيله آلة سماحه داخل وخارج جمهوريه مصر، بتقدر تعمل دي ازاي؟ بتقدر يبقى عندك وقت ازاي انك انت تعمل عمليه التواصل في المحافظات وبره مصر، وتقدر تلم الشمل ويبقى في تعارف وفي تبادل خبرات وثقافات ما بين اولا والله واحنا يا دكتور عبد الباقي اولا بنعمل اجتماعات على مستوى، انا بكلمك حاليا على مستوى الجمهوريه، احنا بنعمل اجتماعات على مستوى الجمهوريه، بتكون الاجتماعات دي احنا بنحددها مع بعض، سواء كانت في المنصوره او في الشرقيه او في دمياط او في كفر الشيخ او في المنوفيه. يعني احنا عملنا يمكن اكتر من اجتماع واكتر من لقاء باهالينا، ولكن بيكون في تنظيم وتنسيق برضو، لانه في منسقين، انا منسق العام للقبيله، في منسق على مستوى المحافظة، وفي منسق على مستوى المركز، وفي منسق على مستوى القرية، للتواصل برضو والوقوف برضو على مشاكل أو يعني بقدر المستطاع على المشاكل المتواجدة داخل
الأسر أو القبيلة نفسها، أو حتى المشاكل اللي نقدر نقول اللي هم بتكون بين أبناء العم أبناء العمومة، أو حتى التعثرات المادية اللي نقدر نساعد بها. ولكن احنا برضو بنفكر بشكل أوسع كمان، إنه نعمل شيء يخص القبيلة ونقدر نخدم بيه القبيلة، والشيء دوت بنحاول يكون في إطار قانوني تحت كنف الدولة. مش مهندس والكلام طارق، دوت بيساعدنا في المجلس. اتفضلي يا استاذ. عايزة أعرف من حضرتك إزاي نغرس في أولادنا وبناتنا حب وولاء الوطن. يعني احنا دلوقتي عندنا معظم الشباب بتفكر في الهجرة، وكمان الهجرة الغير شرعية ده، يعني لو وصلوا بالسلامة ده معظمهم مزبوط. أصلا بيتوفوا. مظبوط. دي يا استاذة، موضوع غرس حب الوطن في الأبناء وفي أبنائنا وبناتنا، لو احنا قعدنا نتكلم على الوطن وحب الوطن احنا مش هتقضينا لا حلقة ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة. لانه كمان في نقطة مهمة عاوز اوصلها لحضرتك، انه حب الوطن دوت عقيدة وفطرة زيها زي عقيدة الدين. الانسان موضوع حب الوطن دوت موضوع كبير، ولكن احنا بنساعد. ما هو ما ينفعش ان انت اصله مش هتجيبي حاجة مش تسقيله كوباية مية وتقولي ده حب الوطن واشربه، لا، ده بيكون عقيدة وغريزة في 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 الانسان. ولكن احنا نقدر ننميه، احنا نقدر ننميه ونساعده ازاي يحب الوطن، ازاي برضو في ايجابيات الوطن وحب الوطن. ويمكن كمان اللي يمكن معظم الشباب يمكن اللي اتغربوا عارفين يعني ايه وطن، وتلاقي معظم الشباب هو اول ما بينزل من مطار ولا من باخره وخلافه، تلاقيه اول حاجه يعملها انه ينزل يبوس تراب الوطن. فحب الوطن دوت موضوع بالفعل يترتب عليه انه المفروض ان احنا برضو ده دور اعلام ان احنا نقدر نوعي فيه، ولكن هو بيكون غريزه اساسا في الابناء. واعتقد انه ده يعني ممكن تعملوه في مجلس الاعلى للقبائل العربيه عن تنظيم مثلا بعض الندوات او يعني المؤتمرات اللي بتحس على حب الوطن، وتنشر الوعي الثقافي والمجتمعي لدى الشباب ولدى ابناء العائلات. يعني الترابط الاسري او الترابط العائلي او الترابط القبائلي اللي انتوا بتحرصوا عليه، ممكن من خلاله وخلال عقد هذه المؤتمرات وهذه الندوات ان احنا يبقى في زي دورات تدريبيه ان احنا نعلم الناس يعني حب العمل، حب المؤسسات الدوله، ازاي نقدر نحافظ على مؤسسات الدوله، ازاي نقدر نحافظ على الشارع من ونظافه الشارع، كل هذه الايجابيات ما هي حب للوطن. اكيد والله هو المجلس بيعمل على ذلك يا دكتور عبد الباقي، بالاضافه انه كمان احنا بنوعي الشباب وبنوعي فتياتنا، ولكن برضو احنا في مشكله كمان الفترات اللي فاتت وعلى المدى برضو القصير مش هنقول البعيد، لاحظنا في إشكالية كمان وهي الشباب أو بعض، بس هنقول إنه نسبة كبيرة بقى في عدوان في الشارع وفي سلوك غير حضاري في الشارع، بقى في عدوانية وعنف غير عادية دكتور عبد الباقي. وإحنا شغالين إنه إحنا إزاي نقدر نحد من المشكلة دي، لأنه بالفعل الشارع فيه سلوكيات غير أخلاقية لا تليق حتى بمكانة الشعب المصري أو المواطن المصري. لأنه ضروري ضروري، وهو ده عمل المجلس، أنه إزاي يعمل ألفة بين المواطنين، بين أبناء العمومة، بين أبناء الجد الواحد. لأنه إحنا برضو كمواطنين كلنا في صلة رحم، وفي إذا ما كانش قريبي، إذا ما كانش ابن عمي ولا ابن خالي، ففي صلة رحم، في صلة نسب، في فلو أنت بصيت معظم الشعب في تواصل وفي صلة. فالمجلس بيحاول قدر المستطاع، أو إحنا كمان في العموم بنحاول إنه إزاي نقرب وجهات النظر ونحل الإشكالية دي بطريقة سليمة وعلمية. طيب حضرتك انت شايف ازاي نغير سلوك الفرد من سلبي لايجابي؟ يعني ايه الحل؟ يعني دلوقتي انا كأب دلوقتي لو ابني شافني وانا بعمل حاجه غلط، عامه برمي زباله في الشارع وانا ماشي بالعربيه، ايا إن كان انا بعمله غلط، ابني بعد كده هقلدني اما يكبر. دي حقيقه. ما هو ده دور برضو دور الاباء، ليهم دور ودور كبير الاباء والامهات في الجزئيه دي، بالاضافه انه الدوله برضه ليها بتلعب دور كمان في دوت، انه 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 دور الاعلام والدوله انها توعي برضه من خلال الاعلام، من خلال ندوات الثقافيه. بالاضافه كمان يا استاذه انه
انه انا ضروري الدوله تعمل كمان اماكن للمخلفات والزباله والحاجه اللي زي كده، والاماكن الموجوده في الشوارع. احنا بعض الشوارع ما بنلاقيش، يعني ان انت تنزلي شارع بتدوري فيه على حاجه تحط فيها علبه عصير ولا شيء في ايدك ترميه، ما بتلاقيش. ما بتلاقيش. انا عايز برضو يعني اشارك زميلتي علياء، فانا بقول لها برضو يعني موضوع ان احنا التربيه احنا الانسان بيمر بمراحل من يعني والجنين في بطن امه بيتاثر بالجينات الوراثيه للفطره او الطبيعه او البيئه اللي تربت فيها الام. مزبوط. ثم بيمر الانسان برضو ببعض المراحل، مرحله بقى اللي هي سن مرحله الاستقلال، مرحله المبادره، مرحله المراهقه، ما بعد المراهقه. كل فتره من هذه يعني او مرحله من هذه المراحل بيبقى لها اسلوب معين يجب على الاب وعلى الام او ولي الامر ان هو يعني يعلم اولاده ان هم السلوك الايجابي وده سلوك سلبي. طبعاً التربيه طبعاً الصحيحه طبعاً كل هذه الاشياء طبعا دي حقيقة. يعني انا شايف ان التربيه هي العامل الاساسي. التربيه، ما انا قلت لحضرتك انه تربيه برضو الوالد الاب والام عامل رئيسي واساسي في 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 دوت في 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 كمان في في التربيه، في الاخلاق، في السلوك، في طبعا البيت بيلعب دور مهم وكبير جدا، وكمان نشر ثقافة احترام الآخرين، احترام الصغير للكبير، احترام. يعني احنا دكتور عبد الباقي وانت عارف لحد دلوقتي برضو في موجودة العادات والتقاليد دي في الصعيد وبعض المحافظات والقرى، انه لحد دلوقتي تلاقي الشاب عنده 30 سنة وخلافه أبو والده جاي أو جده جاي يمسك إيده ويبصها لحد الوقت. إحنا العادات دي برضو افتقدنا منها جزء كبير. افتقدنا جزء كبير بسبب محتاجين التربية. محتاجين وعي وثقافة أكتر، ونشتغل على يعني إذا ما كانش في وعي من الأب والأم، لأنه برضو وأنا برضو عاذر نوعا ما الأب والأم، لأنه برضو الحياة وصعوبة الحياة أرهقت الحقيقة الأمهات والاباء، وبرضو احنا بنعذرهم نوعا ما، ولكن ضروري 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 التربيه وزرع القيم والمبادئ والاخلاق واحترام الاخرين شيء مهم جدا. اكيد طبعا يا باشمهندس طارق، بس انا عايز برضو اتكلم في النقطه اللي حضرتك اشرت ليها، وهي موضوع يعني المخلفات او القمامه، وازاي ان احنا كمؤسسات وطنية بنتعامل الموضوع ده، وإزاي إن إحنا كمواطنين. الحقيقة أشير إن الدولة لها دور رئيسي في الحفاظ على نظافة الشارع، ويعني وضع صناديق القمامة والقضاء على مشكلة القمامة في كل محافظات مصر، وهم شغالين على كده بالفعل. وإذا كان هناك قصور في بعض المناطق في داخل جمهورية مصر العربية، ده مش معناه أبدا إن هذه المؤسسات هي المتسببة في يعني توصيل فكرة السلوك السلبي. يعني عايز أقول إن المواطن برضو هو قد يكون هو بعادته وسلوكه السلبي سبب كبير جدا في إن الشارع ما يبقاش نظيف. يعني أنا ما أقولش مثلا يا باشمهندس طارق، ما أقولش إن أنا عايز أرمي الكيس القمامة دوت ومش لاقي أصلا مش لاقي صندوق جنبي. لا، أنت من حقك إنك أنت تطالب، بس اللي مش من حقك إنك أنت تتحاجج بهذه الكلام وتاخد الصندوق وترميه او ترمي الزباله في العربيه او الكلام ده كله. كلام حضرتك مظبوط، لكن ولا انا ما اقدرش. ده سلوك بالفعل وثقافه موجوده، واحنا الثقافه دي احنا يعني ثقافه اللامبالاه عاوزين نقضي عليها باي شكل ما. ولكن دوت ما انا لا طبعا مش هقول انه 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 الدوله عامل اساسي ورئيسي في 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 سلوك المواطن، لا طبعا دي ثقافه برضو بتكون متواجده معنا. ولكن انا بقول لك الدوله بتلعب جزء في الدور دوت، ولكن برضو احنا يعني يتوجب على جميع الجمعيات والندوات الثقافيه انها تنشر الوعي بين المواطنين وتعمل ثقافه، انه يكون عندنا ثقافه. حتى دكتور برضو في سلبيات كثيره بالمواطن، الطوابير اللي حضرتك بتشوفها في سجل مدني، والطوابير اللي حضرتك بتشوفها في 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 اماكن المواقف والسيارات وخلافه، دي برضه محتاجه وعي ومحتاجه توعيه ومحتاجه الاعلام برضه يلقي الضوء عليها. طيب يا باشمهندس صالح، دلوقتي احنا كان عندنا فقره بنقدمها في البرنامج بنحاول فيها ان احنا نساعد اطفالنا على تنميه المواهب.
في سواء كان بقى في التمثيل، في الفن، في الرياضه، في اي مجال، في الابتكار، في الاختراع، في كل الكلام ده. المجلس الاعلى للقبائل العربيه المصريه بتشتغلوا على حاجات زي كده؟ يعني في رؤيه علميه، في بروتوكولات تعاون ان كنتوا تعملوا حاجات زي كده، وخاصه ان كنتوا بتلفوا كل محافظات مصر، فاكيد اي محافظه بتروحها او اي قريه بتروحها عندهم. يعني احنا بيجينا هنا في البرنامج، ويمكن انا يعني يا ريت الاعداد ينزل لنا الاعلان عن الفقره. تمام، هو فبتروحوا المحافظات وتروحوا القرى وبتروحوا جميع الاماكن دي، فبيبقى في مواهب مدفونه بجد. يعني دي حقيقة، بيجينا اصوات هنا جميله جدا. موجود، ولكن موجود، ولكن انا برضو الجزئيه دي ممكن يعني حضرتك نوهت اليها، ممكن المجلس يكون له دور فيها، ولكن حقيقه في الايام اللي فاتت، لان احنا بنشتغل برضو في المجلس، ممكن يكون ليه دور في الجزئية دي فيما بعد إن شاء الله. لكن احنا زي ما قلت لحضرتك حاليا بندور على المشاكل الرئيسية وفض المنازعات وتقارب وجهات نظر والتصالح، وازاي نحبب الناس في الوطن، وازاي نحل مشكلة، وازاي نمحي أمية. شغالين على هذا الأمر. باشمهندس طارق، كلمنا عن دور حضرتك كمنسق عام لقبيلة من ضمن المجلس الأعلى للقبائل المصرية، دور حضرتك إيه؟ أنا دوري في المجلس، أولا أنا منسق عام لقبيلة آلة سماحة داخل مصر وخارجها. أنا همزة الوصل بين المجلس والقبيلة، بالإضافة همزة وصل بين كل أبناء القبيلة عندي بالتعارف والتقارب، سواء انت في عندي انا في بعض الحالات وكثيره يعني قابلتني انه يبقوا اولاد عم وابناء عمومه، وبينهم وبين بعض ما فيش مثلا نقول مسافه بسيطه جدا، كيلو مثلا او اقل من ذلك، وما يعرفوش بعض. فانا من خلال موقعي في المجلس اقدر انسق بين ابناء العموم، واقدر لو في مشكله بين حد في القبيله احلها، لو في بعمل كمان اجتماعات ولقاءات بالشباب والشابات، واخد وجهه نظرهم ونقرف وجهات النظر، ويبقى في تعارف وصله رحم وود ومحبه. ده اللي احنا بننشره، ولكن من خلال برضو المجلس كعضو هيئه عليا ان احنا برضو بنتابع المشاكل اللي بتكون على عموم المجتمع المصري، ولو في اي مشكله في اي امانه نقدر ننزل ونحلها على ارض الواقع ونتعامل معاها، وبنحاول قدر المستطاع ان احنا نفتح مقرات على مستوى المراكز والمحافظات وحتى القرى كمان، للوصول لاكبر عدد واكبر كم من جموع الشعب المصري والتواصل معه. طيب كلمه تقولها لنا، حضرتك من سوهاج احدى محافظات مصر اللي انا بعتز بيها جدا، ويعني بعتز بكل محافظات صعيد مصر، لان بجد بجد والله يعني تعاملت مع ناس كتير جدا، ويمكن تلاحظوا في كل حلقاتي معظم ضيوف الاول من الصعيد، ما اعرفش هي بتيجي بالصدفه. يعني يمكن الحلقه اللي فاتت تم الاعداد لبعض الضيوف بسم الله ما شاء الله الثلاثه من سوهاج، المره دي باشمهندس طارق من سوهاج. فانا بحب يعني 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 رجاله صعيد مصر، لانهم رجاله، يعني الصعايده رجاله. الله يخليك. فانا عايزك تقول لي كلمه بقى عن الصعيد، ايه اللي انتوا محتاجينه؟ ايه اللي ناقصكم؟ ايه اللي انت بتتمناه يتحقق لمحافظات صعيد مصر؟ والله يا دكتور عبد الباقي، من ناحيه التمني فالتمني كتير، ولكن طبعا اولا انا حقيقه من سوهاج، من جرجه، من بندار، عائله آلة سماحه، واعتز طبعا بمحافظتي ومركزي وقريتي اللي انا انشئت فيها. لكن بنتكلم انه ايه اللي ناقص الصعيد؟ اللي ناقص الصعيد خدمات يا دكتور، خدمات شبه معدومه. لو هنتكلم على صرف صحي، معظم القرى تكاد تكون نسبه 90-95% من القرى ومن القرى ما فيهاش صرف صحي. طب انتوا بتشتغلوا على كده؟ يعني معلش يعني موضوع المجلس الاعلى برضه، وتواجدك انت كمنسق عام، وتواجد وعلاقتك بالمحليات، وعلاقتك بالاحزاب، وعلاقتك بالكيانات اللي موجوده، يبقى في دور المفروض انتوا بتأدوه. لكن انا شايف برضه انه في دلوقتي في اهتمام بالصعيد يا باشمهندس طارق، في نوع في المشروعات الجديده اللي بتتم في الصعيد حاليا، في ولكن مش بالقدر الكافي.
لانه برضه تراكمات سنين يا دكتور عبد الباقي. بالظبط. ما تنساش انه دي تراكمات سنوات. سنوات اعداد، يعني ما هياش تراكم سنه ولا ست، لا ده سنوات، دي تراكمات يا دكتور عبد الباقي. انت في اعمده اناره من 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 التسعينات يا دكتور عبد الباقي، والثمانينات ما اتغيرتش، متاكله متاكله، وبتسبب مشاكل كبيره. عمود الكهرباء بيقع بيسبب مشكله، وبيسبب حرائق، وفي حالات وفاه كمان بيكون. ففي مشكله رصف الطرق كمان في القرى دكتور عبد الباقي، من 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 يعني من احنا عندنا طريق من 84 يا دكتور عبد الباقي. انا معاك، بس في خدمات ناقصه كتير. يعني اتفضل، احنا خلينا نتكلم في ارض الواقع. يعني معظم القرى، انا من ارياف ومن قرى ومن اساسي من قريه، التخطيط العشوائي في البناء يعني بجد بيعمل معوقات للدوله في ان هي تعمل صرف صحي كويس، ان هي تعمل شبكات كهرباء كويسه، شبكه اتصالات كويسه، عشان خاطر التخطيط العشوائي او البناء العشوائي والبناء على الارض الزراعيه وما شابه ذلك. فاحنا برضو يعني احنا اللي يهمنا يا باشمهندس طارق دلوقتي، من خلال موقعك كمنسق عام ووجودك في المجلس الاعلى للقبائل العربيه المصريه، بان تبرز دورك ودور المجلس الاعلى في التواصل مع الجهات المسؤوله، ان احنا نوصل الكلام ده للمحليات، للمحافظه، للمسؤولين. والله والله يا دكتور عبد الباقي احنا بنتواصل، وفي تواصل، وفي تواصل، مش ما في وبنتواصل، ولكن الاستجابه قد تكون منعدمه، وقد تكون مش سريعه، وغير يعني ما فيش استجابه سريعه دكتور عبد الباقي. ولكن ان شاء الله باذن الله احنا نطمح ونامل في عهد الرئيس السيسي انه يكون في اهتمام اكثر واكثر كمان بالصعيد، وان شاء الله يكون في تطور في الصعيد باذن الله. احنا طبعا بنشكرك يا باشمهندس طارق على تشريفك لنا في هذه الحلقه وهذا البرنامج، ونتمنى ان شاء الله باذن الله للمجلس الاعلى وكل قياداته وكل اماناته ان يعني يشتغلوا بجد على خدمه الوطن وعلى خدمه ابناء الوطن وخدمه يعني ابناء كل محافظات مصر، في القرى وفي النجوع، في كل مكان. احنا بنشكر حضرتك على تواجدك معانا. انا بشكرك يا دكتور عبد الباقي، وسعدت بلقائي بحضرتك، وبشكر الساده المشاهدين، وتحياتي لكل الشعب المصري. وطبعا انا لو تسمح لي في نص دقيقه كده، انا طبعا بهني الشعب المصري بذكرى 6 أكتوبر، وتحيه لكل ابنائنا الشهداء سواء في 6 أكتوبر او في الاحداث الاخيره اللي دايره في البلاد. وان شاء الله مصر هتكون قويه، وان شاء الله بحب الشعب ليها، وبحب سياده الرئيس السيسي. وانا بشكرك يا دكتور عبد الباقي. شكرا لحضرتك، وزي ما كنا مع حضراتكم بشكر برضو زميلتي علياء احمد بتواجدها معايا في هذه الفقره. شكرا يا علياء، وان شاء الله في تواجد معانا كده في الفقرات الجايه في تاديه البرنامج ان شاء الله. وبنشكركم اعزائي المشاهدين على هذا اللقاء، ولكن انتظرونا معانا فقره ثانيه ولقاء ثاني مع المهندس احمد منصور استشاري الجوده والتطوير المؤسسي. هنتكلم في حاجات كتير جدا، هنتكلم في تطوير التعليم، هنتكلم في يعني تطبيقات منهجيات التطوير المؤسسي والمجتمع، هنتكلم في حاجات كتير جدا. لقاء مهم جدا جدا وساري جدا جدا. انتظرونا بعد الفاصل، نطلع فاصل ونرجع لكم ثاني، ولقائنا مع المهندس احمد منصور. بصوت واحد يهتف، بصوت واحد يهتف، بصوت واحد يهتف، بصوت واحد يهتف، بصوت واحد. تحيا تحيا مصر، مصر بلادي وفؤادي، ويا أغلى الأوطان في حبي وشكلي العادي، عيلك ما كل ألاني. مصر بلادي وفؤادي، ويا أغلى الأوطان في حبي عيلك ما كل أداني، عيلك ما كل أداني.
مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان، مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان، ونقول بصوت واحد تحيا تحيا مصر، مصر بلادي وجوه فؤادي وهي اغلى الاوطان، في حب شيء عادي تعيرك مع كل الان، مصر بلادي وجوه فؤادي وهي اغلى الاوطان، في حب شيء عادي تعيرك مع كل الان، يا مصر يا ام التاريخ والعز عنوانك، يا ام الهرم والنيل يا رفع اعلامك، يا مصر يا ام التاريخ والعز عنوانك، يا ام الهرم والنيل يا رفع اعلامك، تعيش لينا يا مصر منصوره بولادك، وتعوض اللي منك راح وتعيد امجادك، تعيش لينا يا مصر منصوره بولادك، وتعوض اللي منك راح وتعيد امجادك، مين لينا غيرك مين يا مصر من غيرك، في القلب شايلانا في العين شايلينك، من لينا غيرك مين يا مصر من غيرك، في القلب شايلانا في العين شايلينك، وكلنا يا مصر في درب لمن طينك، نرفع راياتك واسمك نهتف نغنيلك، وكلنا يا مصر في درب لمن طينك، نرفع راياتك واسمك نهتف نغنيلك، وتعيش لينا يا مصر وتعيش لينا يا مصر وتعيش لينا يا مصر وتعيش لينا يا مصر، أيدا أناديلك مصر مصر مصر. شعب مصر يهتف بصوت واحد، 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 تحيا تحيا مصر، مصر بلادي